نكاح في حق بعض الناس يكون في حقه واجب. استطاع للنكاح له قدرة عن النكاح، قدرة مالية وقدرة بدنية، ويخاف من نفس الوقوع، نسأل الله السلامة والعافية، في الزنا، هذا يجب عليه النكاح. يستحب في حق من استطاع للنكاح ولكن لا يخاف من نفس الوقوع، الوقوع فهذا يستحب له. مباح في حق من لا حاجة له في النكاح أصلا. يكره في حق من لا يقوم بما يجب عليه من الحقوق، أي بعض الحقوق. هناك النكاح في بعض حق بعض الناس يكون عليه حرام، كأن يكون ليس له قدرة على النكاح، مريض، أو ما يكون من بعض الناس هدانا الله وإياه من التلاعب بالشريعة وغيره.